في استعداد كامل، وأظن أن معركتنا مع السعودية وشيكة، معركتنا مع الاحتلال وشيكة. من معركة من؟ معركة المهرة؟ معركة اليمنيين. أنا يمني، أنا أتكلم معك بصوتي يمني، وهذه المحافظة يمنية، وأنا متأكد كل التأكيد أن كل اليمنيين بيشتركوا في تحريرها من السعودية، وستتحرر المهرة مهما كان. الشيخ علي الحريزي، يعني حينما أسمعك تخاطبني بهذه اللغة أفاجأ في الحقيقة. هذه ليست لغة الفريق اليمني في منظومة الشرعية، ليست لغة الأحزاب السياسية الوطنية، ليست لغة السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في اليمن، ربما أنها إلى حد ما لغة الحوثي. هل هناك تقارب بينك وبين جماعة الحوثي؟ أي إنسان وطني في الساحة، أي إنسان وطني في الساحة، أن كان حوثي، أن كان صلاحي، أن كان ناصري، أن كان اشتراكي، أن كان، يدعي إلى إخراج المحتل، هذا صاحبي. طيب إذن اقرأ لي موقفك وقراءتك لجماعة الحوثي. أنا بعتبر أنصار الله يمنيين. أي خطأ يجب أن يعالج في إطار الـ 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 اليمن، وليس بغزو خارجي. فإذا كان أنصار الله هم عملوا انقلاب، اليمن ما تحتاج إلى معركة من 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 الجيران، تحتاج إلى دعم مادي وسياسي وحوار بين الفرقة اليمنيين، فهذا هو النتيجة. في كل أنحاء العالم تحصل انقلابات. هل تعتقد أن الحوثي جاهز لأي حوار؟ أنا أعتقد أن الحوثي، يا سيدي، جرت ماراثونات حوار. أنا أعتقد اتفاق الكويت أولا وثانيا، ثم جنيف أولا وثانيا. يبدو أننا في رحلة طويلة الأمد في الحوار مع جماعة لا تقبل إلا السلاح. أستاذ عارف، نعم سيدي، كل الوفود اللي تأتي من الشرعية إلى السويد إلى الكويت هي تتكلم بلغة السعودية والإمارات، لن تتكلم باللغة الوطنية أطلاقا. ما هي اللغة الوطنية؟ اللغة الوطنية أن تخرج من عباءة المحتل، أن دولة تحتلك وترسلك للتفاوض مشاد التصالح اليمني. هل السعودية تريد تصالح يمني يمني؟ لا، ما تريد. طيب هل أنت وحدك تغرد خارج السرب أم أنت مع المنظومة اليمنية؟ أنا قل لي ما هي قراءتك للأحزاب، لمواقف الأحزاب أنا اليمنية؟ أنا مع المنظومة الوطنية التي تستعد لإخراج المحتل بكافة الوسائل. الأحزاب السياسية اليمنية للأسف الشديد ما كنا نتوقع تصل إلى هذا الحضيض وإلى هذا الانبطاح، اللي ما يقبل حتى الطفل إلا صلاح. مرت عليهم تجارب مريرة من التحالف الإمارات السعودي، قتلوا جيوشهم، دمروا أعراس، دمروا صالات عزاء، دمروا وحدات عسكرية متكاملة على الأرض. فكيف هم هذا الحين لا زالوا تحت هذا العباء؟ أنا بالحقيقة أخاطب قادة الإصلاح والمتحالفين معهم أن يفهموا الدرس، وأن ينظروا إلى اليمن. ما هو المطلوب الحزب الإصلاحي؟ المطلوب أن يخرج من السعودية، وأن يرفض أي دولة سعودية في اليمن مهما كان. أنت تحت عباءة السعودية وتروح تشوف شعبك مدمر، والطائرات توصفهم أصحاب الإصلاح، قادتهم وسياسيينهم كل توصفهم، والإمارات والسعودية لن تقبل بشيء اسمه إصلاح. فهم لا زالوا في الرياض وفي الفنادق ومرتاحين.